طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وموضوع الحقيقة يهم طبعا كل أولياء الأمور والأمهات المصرية. في بعض الأطفال أول ما بيوصلوا لعمر 5 سنين بتبدأ تظهر عليهم أعراض السمنة المفرطة، وزن زائد ملحوظ، صعوبة في الحركة، شكل غير مرغوب فيه من قبل الوالدين. صحيح يا جمانة، بطبيعة الحال طبيعة التغذية هي الأهم في هذا الأمر، ومن هنا بتبدأ الحيرة، هل نروح لدكتور أطفال ولا نروح لدكتور تغذية؟ هل نلجأ لجراحة معينة علشان نقضي على السمنة عند هذا الطفل في هذا السن المبكر، ولا نروح نعمل رجيم، ولا نعمل إيه بالظبط؟ لا ده أمر مش هقدر أغيره. معلومات كتير هنوضحها دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور إسلام الزيادي، أخصائي التغذية العلاجية. صباح الخير عليك يا دكتور، واهلا بيك. وخليني يعني اكون مباشر، اهم الاسباب في 2023 و2024 المؤديه ان هي تحدث سمنه مفرطه عند الطفل في عمر مبكر بشكل عام. صباح الخير استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك. الاسباب طبعا السمنه المفرطه عند الاطفال ليها سببين، في سبب وراثي وفي سبب بيئي. فعلى حسب السبب بيكون الصوت واضح كده؟ بس يعني واضح ان في ايكو عندك في الموبايل، ف لو تبعده شويه او تقفل التلفزيون لان عشان بس تسترسل في الحديث يا دكتور، اتفضل. مع حضرتك. السمنه طبعا عند الاطفال ليها سببين، ممكن يكون سبب وراثي وسبب متعلق بالبيئه. فسبب وراثي زي مثلا الاب والام بيكون بيعانوا من السمنه او بيعانوا من مرض السكر، وده طبعا بيظهر عند الاطفال، بيظهر علامات مقاومه انسولين بتكون واضحه جدا في الاطفال سنهم صغير، سن 5 أو 6 سنين، بيكون في علامات غامقه حوالين الرقبه او تحت الابط، وطبعا بيكون في زياده في منطقه اسفل البطن او منطقه البطن، بيكون في زياده ملحوظه في المكان ده. ولكن وفي سبب طبعا اسباب بيئيه، الاب والام بيكونوا بيعانوا من السمنه، فده بيخلي الاطفال او الاولاد بياكلوا بزياده شويه مقارنه بالاطفال الثانيه او الاطفال اللي هي في نفس الفئه العمريه تقريبا. دي اسباب السمنه عند الاطفال، يا اما بيكون الاب والام بيعانوا من سكر فالاطفال بيطلعوا بيكون عندهم علامات مقاومه انسولين، ده بيبقى طبعا عرضه لمرض السكر، او الاسباب البيئيه ان الاب والام بياكلوا كتير شويه فبالتالي الاطفال بياكلوا كتير شويه مقارنه لان هم عايشين معاهم في نفس البيئه، فده بيخلي في زياده شويه في الاوزان. طيب دكتور اسلام، امتى اولياء الامور ممكن يقلقوا على اطفالهم من الوزن الزائد او السمنه؟ في اي سن اقدر اقول ان ابني بيعاني من السمنه؟ والله يا فندم، لو يعني سن الـ5 سنين او الـ6 سنين او الـ7 سنين، لو انا حسيت ان في زياده في منطقه البطن وفي منطقه الثدي بالنسبه للاولاد او بالنسبه للبنات، بيكون في برضو زياده في منطقه البطن بشكل عام، دي علامه من علامات زياده الوزن، وده المفروض ان انا اتجه الى دكتور تغذيه او تغذيه اطفال. يعني بس هذه الزياده مقلقه، يعني امتى تكون مقلقه يا دكتور؟ لو في علامات غامقه حوالين الرقبه او علامات غامقه تحت الابط، دي علامات مقاومه الانسولين، وطبعا لو انا لو اب او ام ولقيت بنتي او ابني بيعاني من العلامات الغامقه دي حوالين منطقه الرقبه، بتوجه لاي معمل تحاليل وبعمل تحليل مقاومه انسولين. ده بيكون تحليل بيتعمل بيتسحب عينه الدم، ويكون الطفل قبلها صايم 8 ساعات بيشرب خلالهم ميه بس. طب انا اللي يهمني اعرفه دلوقتي يا دكتور، العادات الغذائيه السيئه اللي احنا يعني تسببنا فيها في اطفالنا في جيلنا ده، كل ما يؤخذ من السوبر ماركت من اطعمه محفوظه وعصائر معلبه وكل الكلام ده، كيف يؤثر على الطفل؟ الاغذيه المحفوظه طبعا احنا عارفين، يعني كنا في دراسه كده بتتعمل
كنا بنقول ان سنه 2000 كان لما كنا بنشتري سندوتش من مطعم او من اي مكان، كان السندوتش يعني خلينا نتكلم مثلا على البرجر مثلا، كان سندوتش برجر مثلا شريحه واحده برجر. احنا عندنا في 2010 مع تطور السندوتشات او تطور المطاعم بقى السندوتش بقى مثلا برجر دبل مثلا، يعني في شريحتين برجر مثلا مع العيش الكايزر او العيش الفينو. حاليا دلوقتي بقينا بنتصارع على السندوتشات، ان سندوتش تريبل برجر وعليه ده غير الجبنه والاضافات بالظبط كده. وكمان بقى السندوتشات بالاوزان، يعني ممكن مثلا حضرتك تروح تشتري مثلا سندوتش كيلو، ده بيخلي فيه تطور في الاوزان بتاعت الاطفال. يعني كان زمان الطفل لما نقول ان هو طفل مثلا زايد في الوزن تلاقيه فيه زايد 3 او 4 او 5 كيلو، دلوقتي ما شاء الله بقينا بنلاقي في العيادات الاطفال بتيجي زايده بال 15 وبال 20 كيلو. طيب ومع تطور طبعا الاكل او مع تطور السندوتشات مع كبر حجمها بنلاقي فيه تطور في الاوزان، يعني بقى كان زمان بنلاقي زياده 3 او 4 كيلو، دلوقتي ما شاء الله بقينا بنلاقي زياده 15 و20 كيلو في الوزن. دكتور للاسف في امهات واباء اول ما بيشوفوا انه اولادهم بيعانوا من السمنه المفرطه بيتجهوا للتكميم. هل اصلا فكره اتجاه او تعريض حتى الـ 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 الاطفال لعمليات التكميم دي حاجه صح ولا لا؟ هل ممكن يروحوا لدكتور تغذيه؟ هل يلعبوا رياضه؟ هل يلجأوا لدايت؟ ايه اصح حاجه في هذا السن؟ بص يا فندم، في السن او في الفئه العمريه اللي هي من 5 ل 15 سنه انا ما برشحش اي عمليات نهائي. خلينا دايما الطفل ده لو انا قدرت اوديه لدكتور تغذيه ينظم له وجباته، يكون في وجبه فطار متكامله، يكون في وجبه غدا متكامله، يكون في وجبه عشاء متكامله. انا كده هقدر اقنن السعرات الحراريه الداخله للطفل رقم واحد. رقم اتنين اكون كمان مع شويه رياضه، مع السباحه، مع اي رياضه ممكن نعملها، مع الباسكت بول او الهاند بول لو في اي نادي نقدر نمارس فيه رياضه. انا شايف ان دي حاجه ممكن تقلل من وزن الطفل، افضل طبعا من الدخول في العمليات وتعرضها لمشاكل اخرى زي مشاكل ده. حتى في حاله لو الطفل بيعاني من صغير. حتى يا دكتور لو الطفل بيعاني من مقاومه الانسولين، لو في مقاومه انسولين انا بنظام غذائي بقدر اعالج الطفل ده من مقاومه الانسولين وبخليه كومبليتلي فري. يعني ما مش لازم انا ابني بيعاني من مقاومه انسولين ان انا كده خلاص انا كده لازم اعمل له عمليه، لا. انا لو دخلت في قصه العمليات دي بدري عند ال 15 سنه او عند ال 14 سنه هيحصل ريكرنس تاني عند سن ال 19 او ال 20 سنه، هضطر ارجع اعمل له عمليه تاني. فانا كده دخلت الطفل في قصه العمليات بس بدري شويه، بدل ما انا بدات العمليات دي في سن مثلا هنقول 35 سنه مثلا لو بنوته بعد الحمل والولاده والكلام ده، لا دخلتها في ريسك العمليه وهي عندها 14 سنه. طبعا متخيله 14 سنه اكيد، وما نمتش عنده حتى الاراده، يعني هو لازم يبقى عنده اراده ان هو يفقد الوزن، او حتى اراده ان يبقى شكله احسن. مهم جدا ان هم يبقى فيه نظام تغذيه سليم. ففكره الحل السريع وفكره عمليات التكميم وتعريض اطفال لغرفه عمليات وبنج وتخدير اعتقد دي يعني اختيار صعب جدا. على اي حال انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اسلام الزيادي اخصائي التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا ليك يا فندم.